السلام عليكم مشاهدين قناة كريمة وأمينة المتنوعة. اليوم غادي تقدم لكم مينا الحوت معمر، ياك أمينة؟ الحوت معمر بالشعية الصينية، وغادي توريكم الطريقة كاملة إن شاء الله. ها هي الحوتات ديالنا. تفضلي لالا أمينة هضري مع المشاهدين. دايرين لاباس عليكم؟ واش هانيين أموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة كريمة وأمينة. عندنا الربيع، عندنا الحامض، عندنا ورقة سيدنا موسى، عندنا معطرية الحوت، عندنا التومة، عندنا معطرية ها هي. وان شاء الله بإذن الله دابا غادي نصوبو الشرمينة ديالنا. احنا درنا الربيع ودرنا التومة ديالنا ودرنا العطرية ديالنا. شناهي هادي؟ هادي عطرية الحوت. فين كانت تلقى فين كانت تقداوها؟ عند مون بنيري، ولا عند هذاك اللي كيبيع داكشي ديال الحلويات. هي كتمشي عندو كتقولي عطيني تبديرات الحوت. التحميرة الكمون بزار الزعفران عود كان اللي كيديرو كان اللي ما كيديرو. درنا غير واحد المعلقه ودابا غادي ودابا غنطحنوا العطريه ديالنا. ياك تزيدوا عليها الحامض وتزيدوا عليها حتى نطحنوا وزيدوا عليها زيت العود. اييه ودابا ها هي طحناها وزدنا ليها نص معلقه الملح. ياك دابا نسينا الملحه، نسينا ما قلنا اليوم احنا طحناها، حيت دابا ما غادي حيت بينا نشرمنوها ما غاديش ندير الزيت. انا درت الزيت ما غاديش تشرب لينا الحوته المقادير ديالنا. ياك وييه يلا سيري مينا تبارك الله عليك. وييه كيفك هانتي؟ شوفي هنا مشيتو عند بون الحيط قلنا يقطعها لكم من الظهر باش هنا بغيتي تعمروها تجي زوينه. شفتو كيتات؟ اييه باش تدخل الشرمينة. ياك الشرمينة ونفس الطريقه غنديروها حتى في الحوته الاخرى. يا كابينه اييه وغادي نديرو ورقه موسى. ياك درتها غير درتها غير باش تعطي الريحه نشوف. الحوته ديالنا احنا راه حنا شرمناها غادي نخليوها نخليوها تبات. اييه طبعا نديروه الا شربتي الحوت وخليتي يبات يجي زوين صافي. يلا تنعاود نرجع لكم ونوريكم نكملوا معكم الطريقه ان شاء الله. السلام عليكم، ها هي الحوته ديالنا كما قالت لكم امينه بيتناها ليله في الثلاجه شرملناها وخليناها كتجي غزاله لعبات. ودابا غنوريكم شنو غنحتاجوا باش نكملوا الحوته ديالنا. عندنا الفلفله حمراء مقطعه، عندنا الشرميله اللي شرمنا بها الحوت ها هي حتى غنحتاجوها دابا وغادي توريكم امينه شنو غنديروا بها.
عندنا هنا لي شامبينيون نوار، وعندنا الزيتون، وعندنا المصير، ودرناهم مع التوابل وشحناهم هكا في الكاسرونه وكيعطيونا هاد النتيجه هادي. عندنا هنا قمرون ها هو كما كتشوفوا معنا، وعندنا شعريه صينيه. المهم كديروا نتوما على حساب الكوانتيتي، الا بيديروا اكثر من حوته راه كتزيدوا الشعريه، بيتو تديروا غير وحده بحاجه وحده راه كافياكم باش تعمروها. دابا قشور باش نديرو فيه. هي دابا نخليكم مع امينه اللي غادي توريكم الطريقه ديال تكمل لكم طريقه الحوته ديالها. دابا هاد القشور سميتو بينا نديرو هنا وداك الماء ديالو بينا نسلقو فيهم الشعريه. اييه يلا على بركه الله. ها هو كتشوفوا معنا خدينا القمرون ديالنا نقيناه، ها هما القشور ديالو، درنا واحد جوج كيسان تلمة درنا فيهم دوك القشور ودرناهم يغليو وزدنا عليهم اوراق سيدنا موسى ومليحه وشويه الملحه. وغنخليو شحال ديال الوقت امينه؟ واحد 5 دقائق. واحد 5 دقائق باش نطلقوا فيه الشعريه الصينيه ديالنا. ودابا هي الشعريه الصينيه ديالنا، غنضيفوها في داك الماء من بعد ما تسلق وصفيناه ياك امينه. ايه ها هو مش عندنا على البوطه صافي. وغادي نخليوه شحال من دقيقه امينه؟ وغنخليه واحد 10 دقائق هكاك، لواحد 15 دقيقة بما تهبط لينا الشعريه ديالنا ونرجع لكم. وها هي غنخليوها، ما غاديش نديروها فوق البوطه، غادي نخليوها هنا واحد 10 دقائق بحال هكاك بما تشرب لينا داك الماء ديالنا ونرجع لكم ان شاء الله. وكنبقاو نحركوها بحال هكا حتى كيشرب لينا داك الماء ديالها. عاد ديك الساعة كنشحروها، خليكم معنا باش تشوفوا الطريقة. ودابا غناخدو مقلة غنديرو فيها شوية التومة، 4 الفصوص ديال التومة، وغنزيدو الزيت هاهي كيف ما كتشوفو معنا، غنديرو معلقة كبيرة ديال الزيت، وغنضيفو ليها الفلفلة ديالنا. وغادي نبداو كنقطعو فيها بحال هكا، ودابا هانتوما هي الفلفلة ديالنا كيفما كتشوفو معانا، خليناها تتشحرات مزيان، وغادي نزيدو ليها لي شامبينيون أو الزيتون أو الحامض مقطع مع التوابل اللي درناني تقريبا في الحوتة نصهم. ودابا كنخلطوهم ها هو كيف ما كتشوفوا معنا تحر لينا مزيان، وغادي نزيدو الشعريه ديالنا. وتنشحروها مزيان مع هاد التوابل. ودابا غنضيفو شويه من دوك التوابل اللي بقاو لينا من الحوت، كيشوفو معانا، ونعاودو نحركو. وزدنا شويه نحار وشويه الهريسه، ودابا غنزيدو شويه الصوجا هيا. ها هي من بعد ما شحرناها مزيان غنخليوها هنايا في الطبسيل تبرد، والكمرون ديالنا ما طيبنا، ها هو ما طيبنا.
سخنه وحلونا طيبنا. كيتش بغا يطيب في نحوته الا العش حمو عاد ثاني ما غاديش يدير لينا، احسن نخليوه هكا حتى نعمرو فيه. هي مع وضغية تيطيب وغنحركوها مزيان، خليوها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق تبرد لينا. يلا مينا دابا شنو غنديرو؟ دابا غنعمرو الحوته ديالنا. اييه هانتوما بسم الله على بركة الله. اييه هانتوما غنعمروها مزيان الحوتة ديالنا. دابا غنسوها نديرها في الطاوة ديالنا. وغنلبيها في القاعد ديالنا. هانتي بهاد الطريقة البنات. ها هي ودابا غندخلوها للفران وغادي نخليوها واحد ساعة الا ربع بحال هكا، المهم على حساب بقاو تطلعوا عليها مرة مرة على حساب الفران ديالكم. حنا غنخليوها ساعة الا ربع وبالصحة والراحة البنات، وخليكم معنا باش تشوفوا التقديم كيفاش غنقدموها. ها هي درناها في الفران ديالنا وغنخليوها ساعة الا ربع ونرجعوا لكم. كنديروا فيه الخص ديالنا كنغسلوه وكنقطرو شي حاجه نحيدو منه داك الماء ونمسحو منه الماء ونحطو على هاد الطريقه. وانا نوريكم شنو غنحتاجو في التزيين. عندنا اللوبيا وعندنا خيزو، عندنا الفلفله، عندنا الكروفيت، عندنا الحامض، عندنا البطاطا، عندنا اللوبيا. كتاخدي كل حاجه بوحدها كتغسليها وتسلقيها، ومنين كتسلق كتصفيها وكديري كاسرونه كدير فيها شويه الثومه والملحه والقزبر، صافي كتصوطيها وكتعطيك هذا الشكل هذا. يلا خليكم معنا باش نوريكم طريقه التزيين. ها هي خرجنا الحوته ديالنا غادي نحلوها. ها هي الحوته ديالنا شوفوا كيف تحمرات. احنا حطينا الحوته ديالنا هنا وغادي نهزو الخضره ديالنا ونحطو كل بلاصه فيها شويه. تزينيش ليها اللوبيا ديالنا هنا، الفلفلة، المهم كل واحد تيدير الكمية اللي غادي تكفيه وعلى حساب شحال من طبق داير وعلى حساب شحال ديال الناس غادي ياكلو في الطبق ديالهم.
هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معانا كل واحد كيدير التزيين اللي بغا. المهم هذا هو التزيين اللي درت لكم لالا امينه تبارك الله عليك. المهم الخوت هي النتيجه الاخيره ديال الحده ديالنا معمره كيف ما كتشوفوا معانا غزاله وبنينه. نتمنى كاع تجربوها ونخليكم تشوفوا المفاجاه شكون غيبان معكم في هذا الفيديو اللي ما بانش من الاول. هيا هيا الوالده ها الوالده دابا بغيتي تاكل صافي حاول طيبت لي الحته سي مو تاكل ضروري حيت ديال الامينه صحه وراحه. نتمنوا البنات تجربوها راه جد رائعه وبنينه وبالصحه والراحه. يلا ورينا قطعي لينا الحته ديالنا نشوفوها. ها هي غادي نبداوها بسم الله ندير بحال هكا هانتوما دير شوفي ها هي الحيطة الشعرية ها هي الشعرية الشعرية عامرة وزوينة وجديدة يعطيك الصحة أمينة. يلا دقي ردي على المشاهدين كي جاتك. أنا دقي ونشوف أنا ما شتات شي كي درتو لي. يلا دقي ردي علينا الخبر. بسم الله كي جاك داك الشي زوينة يعطيك الصحة الله يبارك فيك والصحة والراحة والصحة بالجديد ياك والله الا زوينه وحق الله شتي بالصحه والراحه. ايوا المشاهدين وصلنا لنهايه الفيديو نتمنوا تعجبكم الحته ديالنا تبارك الله على لالا امينه غزاله جربوها راه ما غاديش تندموا راه بنينه. وان شاء الله ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ومرحبا بكم في قناه كريمة وأمينة المتنوعة.